السلام عليكم ورحمة الله. حابين اليوم نتكلم معكم عن القلع المبكر للأسنان اللبنية. في بعض الأحيان لا نستطيع علاج الأسنان اللبنية، إما بسبب رض على الأسنان أدى إلى كسر الأسنان، أو بسبب نخر عميق أدى إلى مشكلة كبيرة في الجذر، وبالتالي عدم علاج هذه الأسنان وبالتالي تؤدي إلى القلع المبكر للأسنان. إذا حدث القلع المبكر للأدراس أو للأسنان الأمامية على حد سواء، دائما ننصح الأهل بتركيب شيء نسميه حافظة المسافة. فالشكل الطبيعي عند قلع أي درس في الأسنان اللبنية، هذا الشيء يؤدي إلى ميلان وانزياح الأسنان سواء السن الذي قبله أو السن الذي بعده، وبالتالي تؤدي هذه العملية إلى إغلاق المكان المتواجد به السن المقلوع. فعندما يريد السن يحين موعد بزوغ الدرس الدائم أو السن الدائم، فبالتالي لن يكون هناك أي مكان لظهور هذا السن، وربما يؤدي في بعض الأحيان إما إلى تركيب تقويم أو إلى قلع السن الدائم نفسه. فبالتالي عملية حافظة المسافة تؤدي إلى حفظ المسافة من أجل إفساح المجال لبزوغ طبيعي للدرس أو السن الدائم. في بعض الأحيان ربما تحتاج الأدراس الدائمة أو الأسنان الدائمة للقلع بنفس الأسباب. ربما الطفل تعرض إلى أذية أو رض أدى إلى كسر السن وعدم القدرة على استرجاعه، وربما قد يكون السبب هو نخر عميق أدى إلى قلع السن. فأيضا الدرس الأول هو الذي يظهر في عمر 6 سنوات، كثير من الأهل لا تعلم أنه درس دائم، فبالتالي يصبح النخر عندما يصبح النخر متواجد، فالأهل لا تذهب إلى طبيب الأسنان لمعالجته، وربما تقول يعني بنفسها سن لبني سوف يتبدل، يعني لا يوجد أي مشكلة. وهنا تحدث المشكلة، فعند ترك هذا الدرس لمدة طويلة وعدم التدخل مبكرا ربما يؤدي كما قلنا إلى القلع. فإذا تم وحدث قلع الدرس الدائم، هنا للأسف لا يوجد بديل إلى هذا الدرس الدائم، فهنا يكون الحل عادة إما باستشارة طبيب التقويم لوضع تقويم للطفل من أجل إعادة الدرس الثاني محل الدرس الأول، وربما إبقاء المسافة بوضع حافظة مسافة، وحين يبلغ عمر 18 نقوم بعملية زرع محل السن الذي تم خلعه. وبهذا قد نكون وصلنا إلى نهاية فقرتنا لليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.